وسائل احنا محتاجين عدة مجالات، يعني مثلا اجتماعيا. انتوا عارفين كتير جدا في فترة المراهقة بيكون الشاب في مرحلة 16 سنة 17 سنة يبدأ يتمرد، ويبدأ الآباء والأمهات يتعاملوا مع الحكاية دي بالعنف. العنف ازاي؟ زعيق بقى وخناق وانت لكن انت لو فكرت شوية، هل هي دي الطريقة؟ مال الطريقة ايه؟ لا الطريقة مش كده، مال المفروض ايه؟ انت عارف ان الشاب في فترة المراهقة بيتمرد ليه؟ ده بيتمرد عشان حاجة هامة جدا بالنسبة له. عارفين ايه هي؟ عايز يكون قيمه بنفسه. هو من ساعة ما اتولد لغاية سن المراهقة بياخد قيمه من ابوه وامه، نفسه انه قيمه هو اللي يصنعها. عايز يختبر القيم اللي قالها له ابوه وامه ان هي قيم صحيحة حقه. عايز يختبر القيم اللي عمال يلقنها، حس انه ما عادش اوان التلقين، لازم تبقى بتاعتي انا، فبيبدا يتمرد عليهم، يقوم هم يستخدموا الصوت العالي والضجيج بدل الحوار. شفتوا اجتماعيا محتاجينها قد ايه؟ وبالتالي فانت في المرحله بتاعه المراهقه طول ما انت داخل في صراع مع ابنك انت بتشوش عليه انه يكون القيم بتاعته، مع ان غالبا لما بيوصل للعشرين والخمسه وعشرين بيرجع لقيم ابوه وامه. ليه بتشوش عليه يا اباء ويا امهات؟ طب ما يعني نعمل ايه؟ انا كل حاجه هقولك حاجه عمليه، ارجع لثقافه الحوار بس بطريقه تتناسب مع وضعه. يعني اعمل ايه مع ابني المراهق مثلا؟ اعرف اب وام كانوا بيعملوا حاجه لطيفه جدا، ابنهم مش عايز يسمعهم لانه عايز يكون قيمه، بس هما شايفينه بيعمل حاجات غلط، بدل ما يتخانقوا معاه والصوت العالي والضجيج استخدموا الحوار بس بطريقه ذكيه جدا، يبعتوا له جوابات ايميلات ويكتبوها له ويقولوا له اقرأها عندما تكون وحدك، مش لازم تناقشنا فيها، احنا مش بنجبرك على حاجة. ابني الحبيب، أنا ملاحظ في الفترة اللي فاتت إنك كنت بتعمل كذا وكذا وكذا، أنا عايز أحكي لك تجربتي في الحياة، خلي بالك من واحد اتنين تلاتة، لكن أنت مسؤول عن اختياراتك في الآخر، لأن أنت في فترة من عمرك تخليك تاخد الاختيار. مين اللي بيحكي القصة؟ مش الأب ولا الأم، الابن لما كبر قال ياه كنت برفض أقول لهم إن أنا بقراها، لكن كنت دايما بستناها وكنت بحس انها بتساعدني، لكن انا مش عايز اقعد معاهم يدوني دروس ولا يدوني نصايح ولا عايز اسمع زعيق، لان انا عايز انا اللي اختار. شفت؟ هل ممكن يرجع البيت بيعلم الولاد بدل ثقافه الضجيج ثقافه الحوار؟ انت عارف ان حاجه زي كده القران بيقولها لنا في فتره التكوين، لقمان بينصح ابنه فبيقول له ايه؟ يا بني من ضمن الوصايا اللي بيقولها له واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ايه العلاقه؟ اقصد في مشيك يعني خد نيه في طريقك، يعني حط هدف لحياتك، القصد يعني الهدف، حط هدف انت عايز تروح له، واقصد في مشيك، خلي دايما مشيك وراه هدف، حياتك لها هدف. طب ايه علاقه ده واغضض من صوتك؟ ثقافه الضجيج، لو انت عايش في ضجيج هتشوش على الهدف بتاعك. اهدى اهدى وركز وما تدخلش في خناقات عشان توصل لهدفك. ده اب بيربي ابنه. شفت قال له ايه؟ طيب يبقى احنا اجتماعيا محتاجين في بيوتنا نوقف شويه الخناقات ونكتر شويتين ثلاثه اربعه الحوار. ماما عماله بتصرخ طول النهار فالولد ما عادش بيسمع، فماما بتعلي صوتها اكتر، فبقى هو بيسمع كلامها لما تون الصوت يوصل للصريخ الرهيب، لكن قبل كده هو مش هيتعامل. دي مش طريقه حياه ولا بيت، والجيران كلهم سامعين، والصبح بنصحى كده وبالليل بننام كده، دي مش طريقه حياه ابدا ابدا. طب ما ندور على حلول تانيه حواريه. الكلام اللي انا بقوله ده كلام بقوله في دقيقتين، ده محتاج يتحول لبرامج وافلام ومسلسلات وطريقه تربيه وبرامج تعليميه ومناهج تعليم، محتاج يتحول لثقافه، ثقافه الحوار بدل ثقافه الضجيج. طب ناخد حاجه تانية، المساجد والمنابر. المساجد كمان قايمه على ثقافه الضجيج. كل خطب الجمعه 90% الاصل الصوت العالي، وكلمة حرام لازم تطلع بزعيق ولازم تطلع بصريخ. طب والحل ايه؟ الحل ان كل واحد يشتغل ويقول انا هعمل الصح من وجهة نظري في هدوء من غير ما يدخل في خناقة مع الاخر. في واحد اسمه ويليام كيري، ويليام كيري دون اكبر ناشر في تاريخ بريطانيا، نشر كتب وصلت ل 300 مليون بني ادم، بيقولوا له ايه سر نجاحك في الحياة؟ قال اغلق اذني واعمل في صمت.
قالوا لا عايزين وصفة النجاح، قال لهم لا ادعي ان انا مبدع اكتر من كده. انا بقالي 30 سنة قافل وداني وبشتغل في صمت، نجحت اعلاميا عشان كده. لا قالوا له، قال لهم ابقى كذاب لو قلت لكم ان انا بعمل حاجة اكتر من كده، انا ما بعملش اكتر من كده، قافل وداني وبشتغل. حلول، عايزين حلول عملية اكتر، نعمل ايه؟ واحد اتنين تلاتة، لنعود للحوار بدل ثقافة الضجيج. تعالوا نكمل بعض الفاصل.